اليوم في محافظة تعز يتم تدشين بدء التسجيل للمعهد الصحي للعلوم الصحية التابع لوزارة الصحة. هذا المعهد الذي تم إغلاقه لمدة 7 سنوات وحرمت المحافظة من تأهيل الكوادر الصحية، ويعتبر المعهد الصحي في تعز أول معهد على مستوى الجمهورية، حيث تأسس عام 1967 وقد خرج الكثير من الكوادر الصحية المؤهلة والمدربة. ومن اليوم سيبدأ التسجيل لعدد 300 طالب وفق معايير التسجيل ومعايير القبول. طبعا هذا العمل الرائع سيرفد القطاع الصحي وسيرفد المجتمع بالتخصصات الصحية المطلوبة لمساعدة الناس ومساعدة القطاع الصحي في النهوض والاستمرارية. وبدوري هنا أشكر جميع الجهود التي بذلت لإعادة افتتاح هذا المعهد، والتي كانت بذول جهود كبيرة جدا ومعاناة كبيرة، ولكن الحمد لله من اليوم سيبدأ المعهد الصحي بالعمل، ويعرف الجميع سمعة المعهد الصحي وسمعة الكوادر التي تتخرج منه. افتتحنا اليوم المعهد الصحي افتتح اليوم المعهد الصحي التسجيل لأبنائه الطلاب في أقسام التمريض والقبالة والمساعدين والصيدلة. ندعو أبنائنا في المناطق النائية في محافظة المديريات البعيدة من المدينة أن يهبوا للتسجيل، فلدينا مقاعد كثيرة لهذه المديريات حتى تتم التغطية بالخدمات الرعاية الصحية الأولية في هذه المديريات المستهدفة.